نبدا كالمعتاد باهم الاخبار والاحداث اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجرى جوله تفقديه بالامس في عدد من المشروعات التنمويه والخدميه في بورسعيد وفي دمياط، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الاطارات ومنتجات المطاط بالمنطقه الصناعيه في بورسعيد، واللي بيعد الاول من نوعه في مصر والشرق الاوسط. خلال الجوله كمان قال رئيس الوزراء ان القياده السياسيه وكل المؤسسات التنفيذيه تعي تماما ان استدامه النمو والتغلب على كل التحديات اللي بنواجهها بتبدا من خلال التركيز على مجموعه من الانشطه الاقتصاديه الانتاجيه، وعلى راس هذه الانشطه الصناعه. وقال كمان ان الدوله بتستهدف تحقيق نسبه نمو تصل الى حوالي 15% لكل القطاعات التصديريه. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى جولة تفقدية موسعة شملت عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية بورسعيد، اللي بيعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مصنف السابع عالمياً لإنتاج خام المطاط المستخرج من الإطارات، والثاني عالمياً في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها. وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لأعمال التوسعات في المجمع لما تسهم به في توفير المنتج المحلي في الأسواق وتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يسهم في الوصول للمستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل. امبارح أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات تلفزيونية أكد فيها أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعي تماماً أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات اللي بتواجهنا تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة. ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع اللي تم عقده الأسبوع الماضي مع مسؤولي المجالس التصديرية والحديث خلاله حول المستهدف المتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 15% لكل القطاعات التصديرية، وهي بالأساس قطاعات صناعة. وقال من أجل تحقيق ذلك المستهدف يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وده في مقابل حوالي 53 مليار دولار في عام 2023 الماضي، مؤكداً أن رقم 145 مليار دولار قابل للتطبيق ويمكن تجاوزه أيضاً، مشيراً في هذا الشأن لأهمية تكامل المنظومة وتناغمها ما بين الدولة والقطاع الخاص. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات بمدينة راس البر بمحافظة دمياط، وتفقد أيضاً مشروع تطوير كورنيش البحر ومنطقة الخليج وتنسيق المواقع للممشى السياحي بمنطقة اللسان بمدينة راس البر. يهدف المشروع لتحقيق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية المهمة بمدينة راس البر، حيث تتضمن أعمال التطوير تدعيم حاجز الأمواج الغاطس الشمالي بمنطقة الخليج وإنشاء حاجز بحري بطول 420 متر طولي وبطول الكورنيش، وده لحماية الشاطئ. امبارح صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام اللي بتشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام، وده تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات. في هذا الصدد توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنياً دوام التقدم لمصرنا الحبيبة في مختلف المجالات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل العمليات العسكرية اللي بيشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية، واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، وحيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات اللي بتضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللي بيتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات. وتقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول ليها بقطاع غزة
وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال القطاع. ويأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جرحهم ومنحهم الأمل في ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع.